السلام عليكم، معكم اليوم ام البنات. كما شفتوا في الفيديو اليوم جبت لكم كيفاش نديروا البطبط. الوصفه تاع البطبط هذه هايله هايله. كما كتشوفوا هنا عندي 220 تاع مليليتر تاع الحليب، وزدت لها ربع تاع الزبده، ربع كاس. انا خلوهم يتفاو شويه، ما نسخنهمش بزاف، نسخنهم شويه ونكملوا طريقه التحضير. راه كيما كتشوفوا هنا سخنت الحليب تاعي والزبده، كيما قلت لكم ما تسخنوهمش بزاف. فوالا، هنا راح نضيفوا مغرف كبيره تاع سكر، فوالا، ونديروا مغرف تاع خميره الخبز هكذا. نخلطوا المقادير مع بعض هكذا، نخلطوهم. وهنا نزيدو حبة تاع بيض، حبة تاع بيض كل درجة الغرفة، ما ديروهاش في الفيديو. فوالا، فوالا، ومن بعد نزيدو الفرينة. هنا راح نزيدو الفرينة تاعنا غير بالعقل. وهنا نزيدو نص مغرف كبيرة تاع الملح، هاديك نص مغرف تاع الملح تاعنا. نكملو نخلطو العجينة تاعنا. العجينة الفرينة كل واحد وفرينة تاعو، ما نقدرش نقولكم شحال اكزاكت درت. كاين فرينة اللي تشرب وكاين فرينة اللي ما تشربش، وتاني كاين حساب البيض، كاين بيض كبير وكاين بيض صغير. فوالا سي بوغ سا الفرينة انكم هي ميزانكم، ديروها ما تخلوش لاباط بك يابسة، خلوها تتلاصق في اليد. فوالا كيما كتشوفو لاباط تاعي بعد ما طميتها كتشوف فيها طرية. فوالا لا نديرولها الفيلم اليمونتير ونخلوها تخمر حتى يضعف الحجم تاعها. لا نروحو نديرو الحشو تاعنا اللي هو الدجاج بلا كريم ليكيد. تبعو معايا الطريقة. هنا نحكمو الفيلم تاعنا، نزيدو الكرشونة ونخلوه يخمر. كما كتشوفو هنايا عندي نص تاع صدر تاع الدجاج، كنت قطعتو مرسومات صغار. فوالا كنت نرمي البطبوط صغير باش يدخل هذاك الدجاج لداخل، بغي مرسومات قد الحبة تاع الحبيصة ابي بخير. فوالا نديرهم يتقلاو. انا نجيبو المقلة هنا تاعنا، نديرو هذاك الدجاج يتقلى. فوالا ونعاود نولي ليكم. نخليه يجف شويه على بطن كامل ونكملو الوصفة تاعنا. هاذيك الدجاج تاعنا كامل نشف، أنا لا نديرو لاكان ليكيد، أنا لاكان ليكيد عندكم هي لي زاكان، أنا غادي نديرو نص بابا حتى بابا. انا كيما كتشوفوا هنا درت لكم تاعي، نخلوها قسمه تغلي غليه ونطفو عليها بس من بعد تشرب بدا كامل وتقال هنا. نخلوها هكذا ونروحو نشوفو لاباط تاعنا. كيما هذه لاصوص تقدر تزيدو لها الكوري،
تجيب لي حال صوص كيري. اوكي راح يديرها سب. انا كذا مني راح نديرها بلاك كيري، نديرها ما تشوف. انا هاي بعد ما لابس تاعنا خمرت، انا كما تشوف فيها لا لا بات تاعي نقسمها على زوج كما قلت لكم، نص راح نديرها بطبوط ونص راح نديرها دي ميني بيتزا. لا انا نخلي لها دي غاز تاعها. انا كما كنت تشوفوا هنا حبه كامل لاباط تاعي، لاباط تجي هايله هايله البنات. انا كما تشوفوا لاباط كامل بالكوبات تاعي. فوالا انا نقسمها على زوج. تشهي تشهي لاباط. انا دوك كيفاش نديرو البطبوط تاعنا؟ عندي لاباط تاعي هذا، راح نفتحها ندير شويه فرينه باش تلصقليش. فوالا ونحط نديرو البابي كويزون ونحط البطبوط تاعي كامل داخل باش يخمرنا. هنا نديرو الفرينه البابي كويزون تاعنا باش ما يلصقلناش البطبوط، تكون لاباط خفيفه. ندير شويه فرينه ما تكثروش، نفتوها بالحلال لاباط تاعنا. انا كيف تشوفوا لاباط نفتوها واحد سنتيمتر بس كو حزيت تخمرنا. كيما تشوفوا هنا عندي المول تاع صابلي يكون مدور سامبل. فوالا خصك تكون الحبه تجي صغيره. نبداو نقطعو لاباط تاعنا. فوالا قصت البوراك فوالا نزيد حبه هنا، نحيو هذوك الزواعد كيما تشوفو. نوريكم الحبه، نستعمل توجور كوبات تساعدنا باش نبدو الحبه تاعنا. فوالا ونديروها خلوها تزيد تخمر شويه، نكملو معاكم. فوالا ولا شتوها شويه خشينه تقدروا تفتحوها في الطابله. فوالا نكمل نحي كامل هادو ونعاود نوريكم. كيما تشوفوا هنا البطبط تاعنا كملناه الاولى، دوك نديرو يخمر. هنا فتحت لاباط تاعي وراح ندير الميني بيتزا تاعي. انا كيما تشوفوا لي سيغسو هادو الصغار، كل واحد يحب لاطاي تاعو كيفاش دايره. ها البطبط تاعنا خمر بعد ما ضاعف الحجم تاعو كيما تشوفوا. راح نبداو في الاولين هادوك اللي درناهم، هما نبداو نطيبوهم. هنا كيما تشوفوا هاي المقلة تاعي سخنتها حتى سخنت ودرت البطبط تاعي. النار ما تكونش قويه باش يطيب لنا البطبط تاعنا من الداخل. شوفوا كي راه يزيد يخمر. فوالا نطيبوهم من تحت ونعاودو نقلبوهم. انا كيما تشوفوا طابلي من تحت نعاود دورتو، يجينا كي المطلو هو صغيور. فوالا يمكن مع الشوربه يمكن مع ال فوالا كي تشوف لي زافيتي نديرلو شويه خبز هكا من غير ناكل يحمرنا. هاي البيتزا تاعي نخلوها تخمر شويه ونديرها على صوص طوماط. هاي لاباط تاعنا كي خمرت راني نستاهلها صوص طوماط، والفوق تاعي ديجا كنت شعلته سخن
دوك نديرهم يطيبوا. راه كيما كتشوف البطاط تاعي هاوليك بعد ما طاب فوالا، نفتحوا هنا حبه نشوفوها كيما جاتنا من الداخل، يجي كي القطن اللي تشوفوا فيها فوالا. نبداو نعمرهم اللي طيبتو معكم قبيله، نفتحهم ونعمرهم كيف كيف. فوالا نفتحو من هذا ورا، نفتحوهم ونديرو شوية سلادة، نسدموها هكذا إلى نديرو الدجاج. أنا نكمل عمر بالدجاج تاعي، على بيها كنت نقطعوه صغيور. فوالا هاو البطبوط تاعنا. هنا شوفي الداخل، لا نديرو شويه على سلاد هكذا ونعمرهم البطبوط تاعنا. هنا نحطهم نكمل عمرهم كامل ونوروهم في طبق التقديم. فوالا هاوليك البطبوط تاعنا والبيتزا تاعنا بعد ما طاموا وسقبتهم في طبق التحضير تاعنا. لا ندو حبه تاع بطبوط وحبه تاع بيتزا، نشوفوا كيفاش جاوا من الداخل. انا الحبه البطبوط تاعنا والحبه تاع البيتزا ندوها معنا. لا نقسموا لاباط ونشوفوها كيفاش جاتنا من الداخل. روعه روعه البنات كيما تشوفوا مع داك الفورماج. وهنا البطبوط تاعنا معنا البنات، تجي رائعة رائعة. ما تنساوش جربوا معنا هذه الوصفة وتبارطاجيوها، هكذا يلحقكم غير جديد. سلام.